وسع العريس وصل. قالوا عنه أذكى إعلام رياضي في مصر، وقف صفقة انتقال أبو جبل للأهلي عشان ابنه يلعب ويخلاله الجو، طلع وسرب معلومات خربت الدنيا، خلت كل الجماهير تعترض على الصفقة دي وتقول إن مصطفى شوبير هو الأحق والأقدر إنه يلعب عن أي حد. قصة فشل انتقال أبو جبل للأهلي دي عجيبة وغريبة ومليانة تفاصيل كتير، تابعوا معانا الفيديو للآخر علشان تعرفوا إيه القصة بالكامل. طبعاً كلنا فاكرين بطولة أمم إفريقيا اللي فاتت لما حارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي اتصاب وأبو جبل هو اللي نزل ولعب مكانه. القصة بتبتدي إن أعضاء مجلس الإدارة بتوع النادي الأهلي ولجنة التخطيط كانوا شايفين إنهم لازم يجيبوا حارس علشان يعوضوا غياب الشناوي. لا، ومش أي حارس، لازم يكون حارس تقيل النادي الأهلي. طبعاً الكلام كتر على أسماء كتير زي عواد وبسام، بس أكتر حد تسلط عليه الضوء كان أبو جبل، وخرجت أخبار شبه رسمية بتأكد إن أبو جبل جاي الأهلي خلاص وشبه مضى، وفي ناس قالت إن هو وقع بالفعل على العقود. ساعتها خرج شوبير وهو اللي سرب قصة انتقال أبو جبل للأهلي لكل الناس. طبعاً الدنيا اتقلبت وجماهير الأهلي ما سكتتش، لأن في ناس كتير ما كانش عاجبها انتقاله للأهلي من الأول، وشايفين إن مصطفى شوبير يقدر يعوض مكان الشناوي، خصوصاً إن الراجل لما اتحط في أكتر من اختبار قدر يسد وأثبت كفاءته. شوبير ده مش سهل والله يا جماعة، ومن أصيع الإعلاميين اللي ممكن يشوفهم الواحد في حياته. وبالفعل صفقة انتقال محمد أبو جبل للأهلي وقفت وفي اللحظات الأخيرة، والناس كلها قالت إن السبب في الموضوع ده هو إن الكابتن الإعلامي أحمد شوبير سرب تفاصيل انتقال الصفقة دي، لكن خرجت معلومات بتقول إن الأهلي تراجع عن الصفقة لأسباب تانية، منها إن أبو جبل كان عمل مشكلة مع كهربا في المنتخب، ده غير إنه عمل مشاكل مع محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي. ساعتها خرج الإعلامي أحمد شوبير ونفى كل الاتهامات اللي توجهت له بشأن إفساد انتقال صفقة أبو جبل للنادي الأهلي، وقال إن ملهوش يد ولا أي تدخل في الموضوع ده، وإن الشناوي من الأول ما كانش مرتاح لوجود أبو جبل معاه في الفريق. بصراحة الموضوع صعب جداً، تخيل تكون على خطوة واحدة بس من الانتقال لأكبر وأهم نادي في إفريقيا، ومرة واحدة بدون مقدمات النادي يتراجع عن الصفقة دي، وكل الأحلام اللي انت فضلت تبنيها انهارت في جزء من الثانية. عشان كده رامز استضاف أبو جبل ومصطفى شوبير مع بعض وسأل أبو جبل عن قصة إن الكابتن أحمد شوبير هو السبب ورا فشل انتقاله للنادي الأهلي، لكنه رد وقال إنه ما يعرفش السبب الحقيقي والموضوع في الأول وفي الآخر نصيب. كمان مصطفى شوبير اتكلم ونفى تدخل والده في فشل صفقة أبو جبل، وقال إن والده مستحيل يمشي كلمته على إدارة النادي الأهلي وبس كده. ده كان ملخص القصة،